ممكن مثلا انه كل اتنين يجوا، ممكن الحصة تخلص لسه اول ناس بيعملوا، فاهمة؟ ايوه، دلوقتي ممكن تلاقيني كل التلاتة. التلاتة تلات بنات، اكزاكتلي يعني اتنين واتنين واتنين اكزاكتلي. عدوا. وفوكاليس اشوف ابويا، عايزة اشوف ابويا. ما شفت مامتي، مامتي جت مرتين، اختي جت، ابويا بشوفه بس في برايمز، مش بكلمه كمان. بيبقى في عالم تاني ابويا لما ببقى في برايم، او بيتفرج عليا كده او بيدمع، ببص عليه ببص عليه، بيبقى في عالم تاني، مش مصدق انه هو هناك وانا اون ستيج ومش ممكن يعني يتكلم معايا، بس على التليفون. وصوته، صوته اكتر واحد بيريحني. وانا كمان برضه بابا النهارده لما كلمته اتبسطت قوي، قال لي مبروك مبروك يا فرحتي بيكي، مبسوط قوي. تاني مرة تجيبي تعبان، مبسوط الحمد كان لله. ممكن يديكي، ممكن يدوكي السفرية السفرية اللي ما بالظبط. خدتيهاش. مش بياخد وقت عشان عندك باسبور مصري، مش هياخد وقت للدرجة دي. يلا جي لا بس شدي انتي بجد حيلك، اطلبي من مدام رولا ان احنا نروح معاكي البحر ولا يطلب. عشان نعرف ننبسط كده، نخرج برا يوم كده كنت عايزة اقول بدل ما ايه، احنا قاعدين في ملل كده. شدي حيلك وجيبي توب وان تاني، يمكن ياخدوكي يا رب ياخدوكي برا. يا رب. انا مبسوطة لما شفت محمد جاب توب فور، شفت نفسي معاه لما كان بيغني، عشان انا كنت شفت شكلي. بحب اشوف نفسي على التي في، اشوف ازاي كنت في برايم. انا كمان عشان كده بستنى توب فايف، عشان عادة ببقى في التوب فايف، انا بستنى بستنى بس عشان اشوف كنت عملت، كنت عاملة ازاي. بس You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? All frozen. يلا هروح انام. يلا انا كمان هاجي انام. يحيى خلاص خلصتوا؟ عندكم فكرة؟ عملتوها؟ ما عملنا يا كفيني بغيوبكم، شعب السعودية شعبي وينكم، شعب الخليج أنا دي وينكم، الوطن العربي انت فضو وينكم، وينكم ايه ده؟ أنا دي وينكم بس وينكم. يا شعبي يا شعبي اليوم وأب وينكم. الله بسوي لك فيديو كليب، فيديو كليب لوحدة، لوحدة غريبة جدا. بسوي لكم فيديو كليب لوحدة غريبة جدا. اوكي قدامي صار هيك، 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 ص
وباش ايش يسوي؟ باش هي تكون من هنا واللحم من هنا. وبعدين ايه اللي حصل البنت؟ ميسي فؤاد ايش سوى؟ نتفهم نتف قال لها انت ما ادري ايش النوتة واللي علمك النوتة بعد. طب ايه اللي حصل البنت دي؟ بس طلعت نومينيت عادي. ودلوقتي حتعمل ايه؟ اهي طالعه نومينيت. اوكي عزفنا اوكي من زمان يا شيخ. طيب يلا جود نايت. يلا يلا اللي حضر حضر اللي ما حضر راحت عليه. عندنا سهره اليوم في غرفه الشباب. هذا راب جديد. شو اسمه اليوم مو جي جورج مين اللي جاي له البتاع دي؟ بيعمل اسمه بيعمل مين؟ باش من اسمه مو جورج جاي جورج جاي اليوم الصباح. حلو قوي. جورج جاي اليوم الصباح على اليحط على الستار. قال لك بيعمل راب. بسألك سؤال الحين انت يا آية. يا آية تو ليه اسنانك بعيدة عن بعض؟ متزعلين؟ من هنا؟ مش عارفة بس عادي والله ما هو زهر كده برضو. طب انا كده بس انت احس اسنانك كلها بعيدة عن بعض ليه؟ بس تغننة كبيرة مش عارف. هذه يسمونها اسنان اللبن ولا اسنان الحليب؟ خفيف. اسمع بحكم اننا قلينا نروح نادي البنات قول لهم تعالوا نام عندنا اليوم. اوكي فكرة. انا من السعودية وانا توب وان مية مية. انا من السعودية وانا توب وان مية مية. بعيون جميع الناس انا فاهم هذا اهم شيء يا ناس. هاي المشكلة. اوكي قرروا بس انتوا عايزيني وانا اقول لكم. اوكي نشست. اوكي وزو من تونس. ايوه ما يبغى توبوان يبغى باك تونس. وزو من تونس ما يهم توبوان يبغى باك تونس. ودلوقتي حيقول ايه سمعنا وقول اوكي وناظم من لبنان ده شاب جنان في جنان. وناظم من لبنان ده شاب جنان في جنان. هو دلوقتي في الأردن ويمكن بكرة يروح لندن. اوكي وميشو أزي زعلان والله ذهب الوجنان. ميشو تانية دايما زعلانين وما ديش يحسوا فيه. دلوقتي حيقولوا لنا ايه سمعوني وقولوا. ما فيش بيل لازم تحط له بطاريات. فين منين احط له بطاريات؟ مش غادي طيب تلوش في تيزو يا اخي تحط له هنا ينضغط بعدين يحكي. استنى نيتيت. استنى بس. من رجليه. من رجليه بجد يمشي؟ ايش ليه ملبسينه بوت اكبر من يوم السبت؟ هات حجار نشوفه يمشي. هات حجار. شو قل كمل وحده. انت كل اللي جاي لك بيغني يا زهر؟ بتغني يا زهر دي؟ طيب اذا قلنا I love you. في حاجة عندك بتغني انت كمان؟ I'm the Lion King.
وريوني وريوني والنبي بليز هاتوا اسد 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 هاتوا يا عزوز ما تبقاش رخم يا ماما شكله يخوف خلينا نفكر هنا طب بس خربت صوتك صار عندي اسد ونمر صار عندي اسد ونمر فين الاسد وش اسمه النمر هناك غايز جوا و... بيمسك برضه في عندي دبب الدب الواحد لانه جاي من ناس عزيزين على قلبي فما راح ابيعه يعني وش تحس فيه انت صار لك من يوم ما دخلت الاكاديميه وانت تطاردني تبي ذا الدبوبه بس لبعدك مش حبيعك في نوعين من كلام الناس شو ما عمل الواحد ما بيخلص من كلام الناس بس في النوع الثاني يلي ما بنهز من البيت ليلة يلي بيكون في على الهواء برنامج كلام الناس انا مواطن لبناني وكل المواطنين اللبنانية محللين استراتيجيين وانا محلل استراتيجي ايه بدي احكي مع مارسيل غانم على التلفزيون مارسيل قاسي ببرنامجه لو ما كان قاسي كان ما قدر سيطر على الهواء تفاجأت بالبروموسيون على الهواء وما عرفت انه هي عني صرت كل وقت اسال مين هيدا اللي مسيطر على الهواء ومين هيدا بالهواء شو طلعت انا نحن اكيدين انك قدرت تسيطر على الهواء بالالف طويله ماذا عن مارسيل غانم والهواء بالالف مقصوره حلو كثير انا هلا بدي اسرق الكاميرا من تبعوا التلفزيون لقطش مقطع من الحلقه شرفتوني مع مارسيل غانم الخميس 9:30 المساء بتوقيت السعوديه على ال بي سي الفضائي اللبناني الطلاب على مسرح الشهرة الاول عم يتنافسوا على المركز الاول طريق النجاح عم بتضيق لارا نوميناسيون لازم تعطي معنويات هيك ايام الواحد بيقشط برجع بيعلى قلبي مش مرتاح له بحاجة كل اسبوع اصعب لتقديم الافضل ودفل كل الموجودين ستار اكاديمي 6 بالبرايم 11 الجمعة 9:30 بتوقيت السعودية مباشرة على ال بي سي الفضائية اللبنانية هذا البرنامج برعاية بيبسي يمكنكم متابعة يوميات ستار أكاديمي 24 على 24 عبر الأقمار التالية